السؤال التالي سؤال لطيف. هل يجوز شراء حلاوة المولد وأكلها مع العلم أنني لا أؤمن بالاحتفال به؟ هل يجوز أن أهديها إلى من يشتهونها ولا يظهرون أي مظاهر للاحتفال؟ هل يجوز أن أهدى بها البسطاء من الناس الذين يشتهونها ولا أعرف حالهم من الاحتفال أو عدمه؟ أقوله يا بني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن اشتريت الحلوى لتوافرها ولاشتهاء النفوس لها وليس للمشاركة في طقوس احتفالات بدعية فأرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا، فإن الحلوى في أصلها من الطيبات ومن السلع المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى. وهذا يذكرني يا ولدي بشيء مشابه يقع مثله عندنا في الغرب. شراء التركي أو الرومي في عيد الشكر بالغرب Thanksgiving، عندهم أعياد يحتفلون فيها القوم بشراء التركي أو الرومي، يكون متوفر بكثرة جدا في الأسواق وبأسعار معقولة جدا، فمن يشتريه من المسلمين لتوافره في الأسواق ولزهادة أسعاره في هذا التوقيت دون قصد المشاركة في احتفالات القوم كان ذلك على أصل الحل مع التوصية بمخالفة القوم في توقيت طبقه وتوقيت تناوله ما استطعناه.